أبنائي أسعد الله صباحكم أو مساءكم أينما كنتم. بنبتدئ التذاكر عادتنا. الأول عاوز أقول لكم في خبر أظنه سارا إن بإذن الله يوم الخميس في نفس هذا الموعد هنحاول نبتدي انترودكشن بإذن الله عشان نبقى يعني في الصورة أكتر. اتنين، هنبتدي كما هي العادة بإجابة أسئلة الإمس كيو. ولو لاحظتم فإن إحنا كان أسئلة كتيرة على الأيرن، وطبعا لو سألتوني ليه الأيرن فالإجابة سهلة جدا، لأن إحنا قلنا إن الأيرن ديفيشنسي أنيميا هي أكتر نوع من الأنيميا موجود وورد وايد، يعني في الدنيا أكتر نوع هو الأيرن ديفيشنسي أنيميا. طيب، فكان أول سؤال إنه عند البيزولاترال بوردر أوف انستاينال سيل مين الكارير؟ الأول برضه عاوز إيه نراجع بسرعة على الحتة دي. إحنا قلنا إن الأيرن اللي إحنا بنكون بيه الأر بي سيز أساساً جاي من الريسايكلينج، يعني من الأولد أر بي سيز اللي كسرناه، وده ملوش علاقة بموضوع الانستاينال أبزوربشن خالص على فكرة، عشان ما تلخبطش، يعني معظم الحديد ملوش دعوة بالإنتستين. اللي ليه دعوة بالإنتستين اللي هو بتاع الدايت. وهذا نوعان، في ايرن موجود في اللحمه اللي هو بنسميه الهيم ايرن، وده ريدلي ابزوربل. ليه؟ لانه عنده كارير مستنيه اللي هو الهيم كارير بروتين. مستنيه فين بقى؟ ده عند اليومن بوردر في اليومن القطو، ده 10% ومسته قليل انما ريدلي ابزوربل. الايرن الثاني اللي موجود في الدايت موجود في النباتات اللي هو نسميه نون هيم، وده عيبه ايه؟ انه معظمه فرك، بينما اللي مستنيه كارير اسمه دايفيلنت ميتال كارير، يعني ما بيشيلش غير ثنائي التكافؤ وهو ثلاثي، فلازم نختزله الاول بريدكتيز بمساعدة فيتامين سي. طيب، ده عند اليومنال بوردر. عند البيزولاترال هو سؤالنا بقى، بيبقى في عندي نوع من الكارير اسمه فيري بورتن، هو ده اجابه السؤال الصحيح اللي هو سي، وده ما بيشيلش غير الايرن الثلاثي. يعني نقطه مهمه، الايرن عند اليومينال بوردر بينتقل بيبقى فيرس عشان الناحيه الثانيه الكارير دايفيلنت، انما عند البيزولاترال بوردر هو اجابه السؤال الصحيح فيري. فيري جاي من كلمه فيري، فيري بورتن بيبقى ثلاثي، فده الاجابه الصحيحه. رابع ايرن بقى كارير موجود في الدم اسمه الترانسفيرين اللي هو بيتا جلوبولين، ده اللي هو مش الاجابه الصحيحه. في طبعا كارير تاني لم يذكر في السؤال اللي هو بيختزن معاه في الليفر اسمه فيريتين. يبقى في خمسه كارير، اثنين عند البيزر بوردر اللي اجابه السؤال هو الفيري بورتن، الرابع اللي هو الترانسفيرين اللي بيشيله في الدم اللي هو بيتا جلوبولين، الخامس اللي هو بيشيله في المخازن اسمه فيريتين. وعلى فكره الفيريتين ده كمان موجود في الانستاينال سيل، بس طبعا موجود في الانستاينال سيل ومسك الايرن، قلنا ده مفقود يا ولدي مفقود لانه بيحصل له شديد. ده اجابه السؤال الاول. ننتقل للسؤال الثاني، وكان السؤال الثاني بيقول لنا الاتي، انه احنا عندنا طيب ثواني بعد اذنكم، السؤال الثاني اعتقد انه كان بخصوص اسئله اصلا ضاعت من قصادي. السؤال الثاني كان ريجاردنج البي 12 فيتامين. طبعا الاجابه الصحيحه هي دي لايك دادي، انه عاوز انترنسيك فاكتور اللي هو جلايكو بروتين طالع من الاستومك. جلايكو بروتين ده طالع من الاستومك، ده اجابه السؤال الثاني. السؤال الثالث يا شباب كان الهيبسيدين اللي هو اهم هرمون بتطلع من الكبد بيتحكم في الحديد، والاجابه الصحيحه A like for from like alpha اللي هو is increased by inflammation. نيجي بقى السؤال الرابع والخامس، وزي ما عدتكم دي مسائل وبتيجي كتيره جدا هنا اساسا، ان هو قال لك ان عيان عنده الار بي سي كاونت 4 مليون بير كوبيك مليمتر، الهيموجلوبين كونتنت 8 جرام، الباكسل فوليوم اللي هو الهيماتوكريت فاليو كانت 20%.
طيب اول سؤال قال لنا احسب المين كورباسكولار فوليوم. قلنا انسى كلمة مين كورباسكولار، متوسط الكرة، هو عاوز ايه؟ عاوز الفوليوم. يبقى لو اطفال هنعمل ايه؟ نقسم حجمهم الكلي اللي هو الباك، باك يعني محزومين مع بعض، باك سيل فوليوم اللي هو قلنا في هذه المسألة دهلنا ان هو 20% على عددهم اللي هو 4 مليون، وقلنا هنكتب ال 4 4 مش هنحط جنبيها اصفار، لان هنعدل 20 على 4 وهنعدل نضرب في 10. يبقى 20 على 4 ب 5 في 10 تبقى 50 كيوبيك متر. بينما المفروض هي كانت تبقى من 80 الى 95، بس بحافظ النورمال، يبقى 100% هذا النوع من الانيميا مايكرو سيتيك انيميا صغيره. والاجابه الصحيحه هتبقى 50 كيوبيك مايكرو اللي هو سي فور كات. طيب نيجي للسؤال الخامس، قال طب الموست لايكلي كوز اوف ذيس انيميا از ايه، اهم سبب ليه؟ هنا عشان اعرف عاوز احدد اكتر نوع الانيميا. احنا هي مايكروسيتيك، عاوزين نشوف من حيث الهيموجلوبين نحسب المين كورباسكولار هيموجلوبين، هو ما طلبوش بس تعال نحسبه. انسى مين كورباسكولار، عاوزين الهيموجلوبين، نعمل ايه؟ نقسم كميه الهيموجلوبين اللي هو 8 جرام، يبقى 8 على عدد الار بي سيز عشان يطلع الواحده فيها قد ايه؟ 8 على 4 4 مليون، وبرده بنعدل الحسابات في 10، يبقى 8 على 4 هتبقى في هذه الحاله 2 في 10 تبقى 20 بيكوجرام. طب النورمال كام؟ النورمال من 25 الى 32، يبقى 100% دي مايكروسيتيك هايبوكروميك. يبقى ما ينفعش في اسبابها غير حاجه من اثنين، ايرن ثم ايرن ثم ايرن ديفيشنسي باسبابه، والحاجه الثانيه ثلاسيميا اللي هي الانيميا بتاعه البحر المرتبطه بالبحر المتوسط. فهو حط لي اربع اسباب ما ينفعش فيهم. ايه اهم سبب للاير ديفيشنس انيميا؟ واحد من اهم الاسباب كرونيك هيموريدج، نزيف مزمن. قلت ان الاكيوت هيموريدج النزيف الحاد، لو انا دلوقتي كراتي دم بتاعتي طبيعيه وفقدت جزء منها، طب اللي فاضل عندي انيميا لان عددهم نقص الهيموجلوبين نقص، بس اللي فاضل طبيعي، الخليه ما زالت اللي فاضله وان كانت قليله في العدد، وطبعا نسبة الهيموجلوبين انخفضت الكلية، انما نورموسيتيك نورموكروميك. فالإجابة الصحيحة هتبقى كرونيك هيموريدج، دي هتبقى الإجابة الصحيحة اللي هي بي. يبقى نقول تاني الإجابات بسرعة، A C for cat، 2 D for daddy، 3 A for alpha، 4 C for cat، وبعدين 5 هتبقى B for baby. دي كانت يا شباب اجابات الاسئله الام اس كيو. زي ما انت شايف قصادك ان النهارده هنشتغل الثيرد ليكتشر اوف اوتونوميك، الجزء الثالث في الاوتونوميك نيرفس سيستم، المحاضره الثالثه. وبرضو بعود واذكركم مره اخرى فان احنا باذن الله الخميس في نفس هذا الموعد هنحاول نبتدي مع بعض الانترودكشن. احنا كنا اتكلمنا على السيمباثاتيك وقلنا بعض وظائفه لسه البعض اخر، بس احب اذكركم بسرعه في عجاله ان السيمباثاتيك اول نقطه مهمه جدا في الام اس كيو، انه مهم في الامرجنسي الفايت اور فلايت، دي مهم. طب تاني نقطه في الفايت والفلايت بيستهلك طاقه، هو انرجي كونسيومينج، دي برضه صح في الام اس كيو بيستهلك، وعليه فهو كاتابوليك، في نهاية العراق وزني بيقل يبقى هو كاتابوليك. النقطة الثالثة اللي أحب أذكركم بيها إن هو بيطلع من منطقة الثراك والأمبر، الحتة دي. حتى قلت هو السيمباثي بتاع التعاطف، افتكر الحتة اللي بتتعاطف فيها القلب هي منطقة الثراك والأمبر، عدد الأعصاب 15. النقطة الرابعة اللي أحب أقولها لكم إنه بيعمل ريليف في لاترال ثم لاترال ثم لاترال، هما بيسموهم اسم تاني، بارافيرتبرال جانجليا او سمباثاتيك تشين. لكن اللي بيغذي الجهاز الهضمي اللي هو موجود في الابدومن وتحتها في البلفس ده بيبقى في كولاترال جانجليا. وفهمنا ليه في كولاترال جانجليا؟ عشان احنا الجهاز الهضمي عاوزين نعمل ثقوب قليله، عاوزين ثقب واحد يدخل الفيسل ويدخل النيرف، عشان ده في عصارات هاضمه جوه. فعشان كده ربنا حط الجانجليا سبحان الله على منبت الثلاث اوعيه الكبار اللي طالعه من الاورطه، وتسمى باسمائها. يعني لو الفيسل اسمه سيلياك ارتري هيبقى الجانجل عند المنبت اسمها سيلياك جانجل.
superior mesenteric artery يبقى superior mesenteric ganglion. inferior mesenteric artery ده نسميها inferior mesenteric ganglion. وايه الميزه بقى انها تبقى عند منبت الفيسل؟ قلنا انها لما تبقى عند منبت الفيسل البوست جانجلونيك نيرونز الفايبرز بتاعتهم هيمشوا في جدار الفيسل. يعني تخيل الفيسل داخل ومعاه الاعصاب لانه البوست جانجلونيك فايبرز ماشيه في جدار الفيسل. يبقى عملنا بدل ما نعمل ثقب للفيسل وثقب للاعصاب وعددهم كتير البوست جانجلونيك هو حاجه واحده هتدخل اثنين فيبقى احتمال ان تطلع تبقى اقل. احنا بقى كان فاضل لنا الابدومين والبلفس اللي هو الجهاز الهضمي بس هم دول بتوع الكولاترال. يبقى الابدومين والبلفس دول بيبقى عندنا فيهم كولاترال جانجلا زي ما هنشوف. ودول على فكره اهم سؤالين في السمباثاتيك بيجوا في التحريري، وظائف السمباثاتيك في الابدومين وظائف السمباثاتيك في البلفس. فنبتدي مع بعض يا شباب نقول الوظائف بتاعتهم. هنحط الرسمة قصادكم. نحاول بس نعدلها أكتر شوية. طيب دلوقتي نيجي لل أبدومين. الأبدومين أنا بقولت في إجابة سؤاله ده سؤال نظري مهم وسألف زي ما مكتوب قصادك أهو. مفروض في الأسئلة دي أنت بتتكلم أساسا في ثلاث نقاط، أدي نقطة الثانية الثالثة. النقطة الأولانية صحيح مطلوب الفانكشنز أساسا بس إحنا بنحب يبقى في نظام عشان بنتنافس على المراكز الأولى. إنك تقول لي طالع منين؟ النقطة الأولى بيريلي فين النقطة الثانية وبعدين النقطة الثالثة اللي هي الفانكشنز هي الأهم اللي عليها النمرة طبعا. فإحنا قلنا حاجة أذكرك بيها جميلة، قلنا إن ربنا سبحان الله اعتمد في السمباثاتيك الأعداد الزوجية. يعني 2 يا 4 يا 6 عصبين للهيدا نيك لأنه أصغر حاجة، الثوركس والأبدومين 4 أعصاب، الأبدومين بتبقى 6 أعصاب. فالأبدومين بياخد زي ما إحنا شايفين باللور 6 ثوراسيك سيجمنتس. الستة دول بيجتمعوا في عصب واحد بيسموه جريتر سبلانكنيك نيرف. سبلانكنيك في اللغة يعني حشوي أي متعلق بالأحشاء. يبقى العصب الكبير بتاع الأحشاء. ليه؟ لأن معظم الأحشاء موجودة في الأبدومين. طيب بينما الناحية الثانية البلفس ده اللي هو آخر حتة تحت فبياخد من آخر 4 أعصاب. يبقى نعدهم بقى لمبر 3 لمبر 2 لمبر 1 ومعاهم ال 12 ثراسك اللور ثراسك 12 ثراسك يعني اذا عاوز تقولها بالتدقيق يبقى 4. هنا ال4 أعصاب دول بيتحدوا في عصب واحد، واحد يمين واحد شمال اسمهم ليسر سبلانكنيك نيرفز. قلنا يعني ايه سبلانكنيك يا شباب؟ يعني سبلانكنيك يعني حشوي وليسر يعني صغير. يبقى العصب الصغير بتاع الأحشاء لأن معظم الأحشاء في الأبدومين. العصبين دول اللي هو الليسر سبلانكنيك يمين والليسر سبلانكنيك شمال يمكن أن تتخيل بيتحد في عصب واحد ماشي قدام السيكرم فنسميه بري ساكرال نيرف. بري ساكرال نيرف. طيب يبقى حاجة حتى منطقية. نفكر مع بعض يا شباب، معظم الأحشاء في الأبدومين يبقى 6 سيجمنتس للابدومين انما 4 سيجمنتس للبلفس. طيب العصب بيغذي الاحشاء فيبقى يسموه سبلانكنيك نيرف. سبلانكنيك يعني متعلق بالاحشاء حشوي. طبعا بالعقل لما يجي لي سؤال في النظري ما يصحش عيب الخبط. لما يقول لي سبلانكنيك يبقى عصب حشوي افتكرها حتى الاس مع الاس. السبلانكنيك ده سمباثيتك حلوه كده عشان ما تلخبطش ما تقولش البارا. يبقى اي اس بلانكنيك نيرف يبقى هو عاوز سمباثيتك. نفكر بهدوء. طب سبلانكنيك يعني ايه؟ يعني حشو. فين الاحشاء؟ في الابدومين والبلفس. يبقى هو عاوز يا ابدومين يا بلفس. لو جاب لك جريتر الكبير يبقى 100% هو عاوز الابدومين. طب لو جاب لك ليسر الصغير يبقى هو عاوز البلفس. يبقى برضه عشان انا عاوز امتنك لان زي ما بقول هنا تصنع الاوائل، في سختين لكل سؤال.
عمره ما بيجيب functions و sympathetic في القلب. لا ده سؤال كده واضح وسهل قوي. فيجيب لك وظائف الـ greater splenic nerve او الـ lower six thoracic. يبقى هنا في طريقتين حتى شايف انا كاتب لك نظري وهو مسأل في طريقتين للسؤال. يبقى ما يقول لي greater splenic nerve يبقى هو عاوز sympathetic الابدومين. lower six thoracic يبقى برضو sympathetic الابدومين. لم ستة يبقى اكبر حاجة يبقى الابدومين. بينما الـ pelvis بيجيبه بطريقتين. احنا في ليسر سبلانكريك نيرف او قلنا الاثنين ليسر سبلانكريك بيتحد في عصب واحد ماشي قدام السيكرم اسمه بري ساكرال نيرف. يبقى دي الصيغه اللي بتيجي. طب نيجي الريلي. احنا قلنا الاحشاء يعني جهاز هضمي لازم كل لاترال جانجلي. كل السيمباثاتيك بيريلي في اللاترال ثم لاترال ثم لاترال ما عدا الجهاز الهضمي في الكولاترال. وقلنا ليه سموها كولاترال؟ لانها تخيل انها قدام العمود الفقري قريبه جدا من اللاترال اللي هم موازين يسموهم بارا فيرتيبرا موازين للفيرتيبرا كلها من الجانبين فيسموهم كولاترال. في عندك ثلاثه وزعهم بقى. الابدومين في احشاء اكتر من البلفس يبقى ندي اثنين للابدومين واحده للبلفس لطالب بيفكر. طب طالب بيفكر اكتر الابدومين فوق البلفس يبقى اول اثنين نديهم للابدومين اللي هم مين؟ السيليا والسوبيروميزنتريك جانجلي اللي هو بنفس اسماء الارتري. يعني الارتري اسمه سيلياك يبقى الجانجلي اسمها سيلياك جانجلي وسوبيروميزنتريك جانجلي. طب والبلفس اخر واحده اللي هي الانفيروميزنتريك جانجلي. المهم لو انت نسيت الاسماء وعاوز تاخد معظم النمره انك بتفكر بذكاء تقول ان هما بيريليف في كولاترال جانجلي لان انتوا فاهمين الاحشاء لازم في كولاترال عند منبت الاوعيه الدمويه الثلاثه الرئيسيه من الاورطه. ليه؟ عشان البوست جانجليك فايبر تمشي في جدار الوعاء الدموي فيبقى فاتحه داخل منها الدم وداخل منها الاعصاب. نيجي بقى للفانكشنز النقطه الثالثه. يبقى نرجع تاني بقى ونركز في سؤال الابدومين يا شباب. الابدومين يبقى النقطه الاولانيه قلنا اختار اثنين ولا اربعة ولا ستة الابدومين اكبر حتة يبقى ستة lower six thoracic. طب النقطة الثانية بيريليف اني جانجليا كولاترال انت عندك كام؟ تلاتة. الابدومين هو الكبير تديله اثنين. الابدومين هو اللي فوق تديله الاثنين اللي فوق السيلياك والسوبيروميزنتريك جانجليا او لو مش عارف الاسماء اكتب وهتاخد معظم النمرة كولاترال جانجليا. طيب نيجي الاهم هو الفانكشنز. انا قلت لك في الفانكشنز في قاعدتين يا شباب. القاعدة الأولى إنك اوعى تحاول تكتب الفانكشنز وأنت مفيش قصادك ايتمز، أنت اصنع الايتمز، فكر بهدوء. لو اندفعت هتنسى نص المعلومات. آدي الأبدومين. في إيه في الأبدومين يصلح إن السمباثيتيك يديه؟ الناحية دي على يمين أهي هيبقى فيه الكبد، يبقى دي الكبد، والناحية التانية هيبقى فيه الطحال هنا أهو السبلين، ورا في الكليه ويعلوها السوبرا رينال او الادرينال يعني بجوار الكليه ادرينال جلان. يبقى ادي ثلاث غدد اساسيه اهي اللي هو الليفر والسبلين والادرينال وتحتيها الكليه. وطبعا اوعى تنسى تبقى كارثه الجهاز الهضمي. يعني ثلاث غدد ليفر سبلين وادرينال والجهاز الهضمي. يبقى الاول تكتب الايتمز كده على ظهر السؤال. ادي الايتم اللي انا عاوز اتكلم فيها ما عشقت مثل عشق للنظام. تاني قاعدة في إجابة سيمباثيتك فين كلمة سر؟ محمد عليك ليه؟ فايت فايت ما يفيدني في الفايت. فنيجي ليفر ونشوف إيه القصة. الليفر خدناها في قصة الفايت كان بيحصل إيه؟ جلايكوجيناليسيس تكسير الجلايكوجين فده يطلع زي ما أنت شايف في الرسمة جلوكوز أهو. يبقى الدم نسبة الجلوكوز هتزيد يسموا ده في الطب هايبر جلايسيميا وهي الكلمة من ثلاث مقاطع هايبر يعني زيادة جلايس عشان الجلوكوز ايميا يعني دم زيادة الجلوكوز في الدم. طيب نيجي للسبلين سيمباثيتك الجريتر سبلانكريك بيعمل كونتراكشن في السبلين. السبلين ده مخزن كرات الدم الحمراء اديك شايفها باللون الاحمر اهي فيبقى البلاد اغنى في كرات الدم الحمراء يبقى اكثر قيمة يعني بنزود الهيماتوكريت فاليو يبقى اكثر شوية من 45% الهيماتوكريت فاليو اللي هو الباكت سيل فوليوم ودي تفيدني في ايه؟ ده اللي هيشيل الاكسجين. طيب نيجي ثالث غده اللي هي بتاع الكليه اسمها ادرينال جلاند. وقلت من اسمها ادرينال يبقى بتطلع ادرينالين 80%
20% نورادرينالين وده بيزود كل اعمال السمباثاتيك الادرينالين ده 10 تايمز. ولا تنسى ان الرينال بتطلع ماده اسمها رينين، حتى خد بالك من كلمه رينال، الماده اسمها رينين ودي اهم ماده بتعلي الضغط. يبقى ده الثلاث غدد الاساسيه وعملتهم لك سترايتد مخططين عشان ما تنسهمش. نيجي بقى للجهاز الهضمي. فكر بهدوء، في اثناء الفايت محمد عايك ليه؟ مفروض الجهاز الهضمي يشتغل، لو اشتغل حتى يقول لك بطنه ماشيه يبقى لازم يدخل الواشروم التواليت. مش معقول واحد في اثناء الفايت في الحلبه هيقول لهم اكسكيوز مي انا عاوز اسيب الفايت واروح التواليت، هيبقى حتى يؤخذ عنها حاجه جبن. فعشان كده حفظتها لاجيال السيمباثيتك، احفظ معايا عدو الجهاز الهضمي. بيوقف الجهاز الهضمي، عشان يوقف ازاي؟ بيريلاكس الوول، ينهيبت الوول، نفس التعبيرين صح، حتى انهيبت حاطط لك علامه ماينس، يبقى عرفها في رسوماتي معناها ان انهيبت او ريلاكس الوول. والعضلات القامطه او القابضه اللي بسميها المحابس عشان ما ينزلش اي حاجه، ما يحسش باي رغبه انه عاوز ينزل حاجه، بتبقى في حاله كونتراكشن او موتور. موتور يعني محرك او كونتراكشن للسفنكتر. حتى بقولها في تعبير سهل عشان تفتكروا، ان هو السيمباثيتك بيسكر المحابس، يعني بيقفل المحابس بتاعت الجي اي تي عشان مفيش حاجه تنزل. مش هو في اثناء الحلبه نلاقي حاجه نزلت تبقى فضيحه، فبينهبت او يريلاكس الوول ويسكر المحابس، يكونتراكت السفنكترز اللي من ضمنها في سفنكتر مهم قوي بيجيبوها في الام اس كيو في الاستومك اسمها بايلوريك سفنكتر. المح ده مش سفنكتر، محبس، عضله قابضه قامطه في لغتنا الجميله، يبقى يعمل لها كونتراكشن. طب الجهاز الهضمي اساسا وقف، شويه غدد بس اشتغلوا. احنا قلنا القاعده الاساسيه ان السمباثاتيك بيعمل فازو كونستريكشن، فاكر؟ ما عدا اثنين اساسيين اللي هم بنتخانق بيهم، اللي هم مين؟ فاكرهم؟ سكيليتال ماسلز اند كروناري فيسل بتاعت الهارت. فعموما بيعمل فازو كونستريكشن، لكن في شويه غدد اشتغل اهم، اشتغلوا ازاي من غير دم؟ عشان كده يعمل في الاساس فازو كونستريكشن، لكن معاها ويك فازو دايلتيشن. يبقى دي الاجابه النموذجيه لسؤال الابدومين، وهعيدها تاني في عجاله في ثلاث نقاط. يلا عايزين النظام. الابدومين ياخد اثنين ولا اربعه ولا سته؟ هو الاكبر سته، لور سيكس ثوراسيك، ويتحدوا في عصب واحد، ده لغه السؤال الثانيه اللي هو بيدي الاحشاء جريتر سبلانكريت نيرف. طيب نيجي بعد كده يريلي فين؟ قلت جهاز هضمي، انتوا حافظين كويس قوي، كل السمباثاتيك بتاع كل جسم في اللاترال ثم لاترال ثم لاترال اللي هم بارافيرتبرال اور سمباثيتك تشين. اما الجهاز الهضمي لازم في كل لاترال جانجليا، اللي هي مش جنب العمود الفقري، قدام العمود الفقري. على وجه التحديد العمود الفقري نايم عليه الاورطه، هي قدام الاورطه. يعني قدام العمود الفقري على طول، لو عندك شويه تخيل في الاورطه وهي ثلاثة قدام الأورطة عند منبت الأوعية الكبرى. طب قسمهم هما ثلاثة لطالب بيفكر، يبقى أول اثنين الأبدون والأخيرة تبقى البلفس، اللي فوق للأبدون اللي فوق واللي تحت البلفس اللي تحت، والكبير ياخد اثنين والصغير ياخد واحد. عرفت أسمائهم كويس؟ ما عرفتش تقول كلها. نيجي الفانكشنز، قلت هتتبع قاعدتين. هتقعد كده قبل ما تكتب تحسس شوية على نفسك، تقول هنا في إيه؟ اليمين في الكبد، الشمال في السبلين طحال، ورا في الادرينال وفيها السوبرارينال، ادي الغدد. ما ننساش الجهاز الهضمي، فقلنا الليفر جلايكوجيناليسيس بتؤدي لزياده الجلوكوز بتؤدي الى هايبر جلايسيميا، والسبلين كونتراكشن بيزود هيماتوكريت فاليو اللي هو الباكت سيل فوليوم، هيشيل الاكسجين. وبعدين الادرينال تطلع، من اسمها ادرينال تطلع ادرينالين اساسا، هي ليه سموها ادرينال؟ هي بتقول انا بطلع اساسا ادرينالين 80% واشيل 100 نور ادرينالين. طب والكليه تطلع ايه؟ من اسمها رينين، حلوه، يبقى الادرينال تطلع ادرينالين ومعاه نور ادرينالين 20%، والرينين يطلع من الرينال تطلع الرينال تيشو يطلع رينين اللي هو بيعلي الضغط. طيب دول الثلاثه الاساسيين. نيجي بقى للجهاز الهضمي، تتكلم عليه في نقطتين، هل هو صديق ولا عدو؟ المفروض يمشي ولا يقف؟ القاعده الاساسيه محمد عليك ليه؟ فايت، يقف. يبقى تعمل ايه؟ تريلاكس، تنهيبت الوول، وتعمل ايه في المحابس؟ تسكر المحابس. خلاص حاجه حتى كانت بتذكرني بيفيش الهوامش، كان بيقولها يعني رحمه الله
محمود عبد العزيز في فيلم العار، لو انتوا بتتابعوا افلام، ما اعرف شو بتتابعوا ايه اساسا. خلاص يبقى السمباثاتيك مش بيفيش الهوامش، بيسكر المحابس، يكونتراكت السفنكترز، موتور تو ذا سفنكتر. يبقى الاثنين صح، واحده منهم تيجي في الام اس كيو اللي هو كونتراكشن اوف بايلورس. طب الجهاز الهضمي وقف يبقى يعمل فازو كونستريكشن. احنا قلنا الاساس قاعده ثانيه في السمباثاتيك انه بيعمل في كل الجسم فازو كونستريكشن، ما عدا الاثنين الاساسيتين بتوع الفايت سكيليتال ماسل بلاد فيسلز وهارت فيسل اللي هم الكوروني فيسل. بس هنا في شويه غدد تشتغل، عشان كده الاوائل ما بيعملش بس فازو كونستريكشن ومعاها ويك فازو دايليتيشن. طيب نيجي هنا في اسئله ام اس كيو احب اعلمها لك. احد الطرق دلوقتي بيكون الطريقه الخامسه في الام اس كيو انه ما يجيبلكش القصه من الاول، ياخد لك الطرفين بس، البدايه والنهايه. ادي مثال، انت عارف ان الجريتر سبلانكينج نيرف بيروح لليفر وبعدين يعمل جلايكوجينوليس وبعدين يطلع جلوكوز في الدم وبعدين ده نسميه هايبر جلايسيميا. هو يجيب لك اول واخر الخيط، يقول لك هل ستيميليشن جريتر سبلانكينج نيرف produces بيعمل هايبر جلايسيميا؟ طبعا الاجابه صح. انت بقى هو اسقط الحته اللي في النص، ان الجريتر سبلانكينج ده بيروح للكبد ويعمل جلايكوجينوليسيس ويطلع جلوكوز، فالجلوكوز يزيد في الدم. بنفس المنطق انه يقول لك الجريتر سبلانكينج نيرف بيغذي السبلين، يعمل له كونتراكشن، يعصره، يسكويز السبلين فيطلع الار بي سيز، وفي الحاله دي قيمه الدم الهيماتوكريت فاليو او الباكس الفوليوم هيزيد. يبقى يجيب لي هل الجريتر سبلانكينج نيرف increases the packed cell volume or hematocrit value؟ صح، جاب لك الطرفين. انا فاكر مره طالب في الامتحان نادى المراقب، كان يعني كان بيفوتوا الناس بتوع الفسيولوجي، وقال له في سؤال غلط، جايبين سؤال نيرف الاوتونوميك نيرفس سيستم على بلاد. طبعا صح، الجريتر سبلانكري بيروح للسبلين يكونتراكت السبلين ويعصره يطلع ار بي سيز، يبقى قيمه الدم هتزيد. فهو بيجيب لك اول نقطه واخر نقطه، الجريتر سبلانكري produces increased hematocrit value or packed cell volume. سؤال ثالث مهم قوي في الام اس كيو، انا حافظ الاسئله وورد وايد، ان يجيب لك الجريتر سبلانكينج نير ما يقولكش بقى بينهيبت الجهاز الهضمي، يقول لك بيكونتراكت السفنكترز. دي انا عارف الطلبه ما بتغلطش فيها، لان فاكره ان السمباثيتك بيسكر المحابس. اتفقنا، مش هنعيد يا شباب، وانت تقدر تعيد لنفسك تاني. ده واحد من اهم الاسئله اللي هم السالف وفي نفس الوقت ام اس كيو. ننتقل يا شباب لل بلفس، الناحيه الثانيه. قلنا صيغه السؤال هيجي لك ليسر سبلانكينج نيرف في واحد يمين واحد شمال، كان اساسهم كم عصب من كم سيجمنتس؟ قلنا البلفس بياخد 6 ولا 4 ولا 2، هياخد 4، اخر 4 للبلفس تحت خالص، اللي هو اخر لمبر، 3 لمبر 2 لمبر 1 لمبر و12 ثوراسيك. والعصب اليمين ليسر سبلانكينج مع الشمال ليسر سبلانكينج بيتحد في عصب واحد ماشي قدام العظم العجزي الساكرم، فبيسموه بري يعني قدام بري ساكرال نير. هنا اديني حفظتك حتى صيغات الاسئله، وقلت ده اللي انت بتعمله معايا، بتكتب ليسر سبلانكينج نير وبري ساكرال نير. يا ده يا ده اجابه نفس السؤال. طب بريليف ايه؟ عندك تاتا كولاترال جانج، الابدوم خد 2 لفوق، هو ياخد اخر واحده انفيرو ميزنتريك، لو نسيت تقول بياخد ال كولاترال جانج وخلاص، مش مهم تقول اسم. طيب نيجي في البلفس، ايه في البلفس كده وانت قاعد فكر ورا في البلفس؟ يعني ايه الاول يا شباب؟ بلفس يعني حوض، يبقى بيتكلموا على صرف صحي، ادام حوض يبقى ورا في الريكتم المستقيم اهو، هشاور عليه، انا عامل قطاع كاني شايف لواحد من الجنب الرسمه دي، ده عظم العجزي السيكرم ودي الارتقاء العاني اللي هو البيوبس سيمفيس بيوبس. ورا في الريكتم مستقيم بتاع الديفيكيشن، قدام في اليوريناري بلادر المثانه البوليه بتاعه التبول، طب ما بينهم في الاعضاء التناسليه، ادي اللي في البلفس. يبقى الاول تفكر ايه في البلفس؟ ورا في البراز، قدام في البول، ما بينهم في الاعضاء التناسليه، يبقى تكتبهم على ظهر الورقه قبل ما تجاوب. وبعدين تسال روحك سيمباثيتك فايت محمد علي كلي، هل محمد علي كلي طالع على الحلبه ليتبول ويتبرز؟
يعني فكر معي ده، دي حاجة مقبولة كده انه طالع فقرة عاملة على نفسه؟ يبقى كلام فارغ. يبقى هل السيمباثاتيك يعمل تبول وتبرز؟ اختار الإجابة الصحيحة، ولا يحتجز البول ويحتجز البراز؟ أصل أنت عرفت الإجابة، يحتجز البول يعني يعمل retention of urine، retention يعني احتجاز، ويحتجز البراز retention of feces. عشان تاخد فول مارك لازم الأكشن ده تحوله إلى details، كيف يمكن احتجاز البول والبراز؟ يبقى لازم يريلاكس الوول، ينيبت الوول بتاع المستقيم والمثانة البولية، وانت هتجاوبها معايا، ويعمل ايه في المحابس السفينكتر، العضلات القابضة او القامطة؟ لازم يعمل كونتراكشن او موتو، يبقى يمسك يقفل يسكر المحبس ويريلاكس الوول، لان لو الوول انقبض هيدفع بالبول والبراز للخارج. يبقى كلام بسيط. هنا بقى للاوائل في نقطة لخطورة التبول والتبرز يا شباب. فربنا حط محبسين اهو، شايف ادي محبس دايره اهي، محبس عضله قامطه بيبقى شكلها مدور كده عشان المطاق بتقفل، دي اسمها اكسترنال سفينكتر، واللي فوقيها اسمها انترنال، يبقى اللي بره اللي ناحيه بره اكسترنال اللي بشاور عليها في حاله المثانه البوليه، واللي جوه دي نسميها انترنال. لخطوره التبرز والتبول فربنا خلى في محبسين مش محبس واحد. ساعات احنا بنعمل كده عشان الدنيا ما تغرقش، بنحط اكثر من محبس. سبحان الله، ربنا حاطب محبسين، بس ربنا بقى عاملها بطريقه رائعه جدا لانك كمال لله وحده. مش بس محبسين، مش هو ده الاعجاز، محبس فيهم بيتبع الاوتونوميك انفولانتري يعني قافل لوحده من غير ما تفكر، ومحبس فيهم انت فولانتري لازم تفكر، لازم تمسك روحك. لما بتمسك روحك يبقى انت ماسك الفولانتري، ماسك محبس واحد. انما دلوقتي وانت بتتابعني في المحاضره انت ممسوك ومقفول لوحدك بالانفولانتري. حفظها الاجيال، قلنا بنعتمد على السمع، لانه سبحان الله ربنا قدم السمع على البصر، السمع اهم في التذكر، اهم كحاجه. واحد يتولد اصم يبقى تقريبا غبي، ما لا يعرف يتكلم ولا حاجه زي القبله، ده من اتولد ما بقولش جاله صمم بعدين، انما اتولد اعمى ده لا يمنع انه يبقى عبقري. السمع اهم، عشان كده انا بعتمد على السمع جدا في السيكولوجي اوف تيتشينج، في انك تفتكر، واقولها لك بطريقه لن تنساها ما حييت. انا هلخبط في الام اس كيو، هل مين تبع الاوتونوميك اللي هو الانفولانتري؟ الانترنال والاكسترنال؟ الانترنال سفينكتر هي اللي انفولانتري، يبقى هي الاوتونوميك. يبقى الان الانترنال سفينكتر هي اللي انفولانتري، هي الاوتونوميك. يعني بتكلم في الاوتونوميك تقول ان هو بيقبض موتور كونتراكشن اوف ذا انترنال سفينكتر، مش الاكسترنال، الاكسترنال دي سوماتيك فولانتري مش موضوعنا. لما بيمتلئ الريكتم قوي او البلادر قوي الانفولانتري لوحدها مش كفايه، فانت بتمسك روحك، يعني عاوزك كل مره تمسك روحك وانت ماسك نفسك كده، ماسك نفسك تقول انا ماسك الاكسترنال، ماسك الاكسترنال، انا ماسكها فولانتري، انما اللي ممسوكه كانت قبل كده لوحدها الانفولانتري هي الانترنال. طيب يبقى خلصنا الريكتم والرينال بلادر اللي هو المستقيم والمثانه البوليه. نيجي بقى للجينيتاليا. سيمباثيتك بينهي العمل الجنسي في الذكر. ازاي بينتهي العمل الجنسي؟ بالقصف ثم ارتخاء العضو الذكري، لان هو العضو الذكري كان من الاول منتصب ليه؟ عشان يعمل انبوبه يمكن من خلالها نقل السائل المنوي الى الانثى. وانس حصل قصف خلاص الانبوبه دي ملهاش لازم، فيحصل ارتخاء. يبقى السيمباثيتك بيعمل قصف، قصف معناه ايجاكيوليشن، عشان كده انا راسم لك غده البروستاتا هي اللي بشاور عليها، والسيمينال فيسك اللي وراها فاضيه ارسمها بيضة. لما اجي في الباراسيمباثيتك هقول ان هو بيملاهم وبيعمل انتصاب، يعني بيبتدي العمل الجنسي. البارا بيبتدي العمل الجنسي، يملا الغدد التناسليه بالسائل المنوي، وطب ده محتاجة أنبوبة عشان ينتقل من خلالها ويعمل انتصاب، ده البارا. السيمباثيتك ينهي، يعمل ايجاكيوليشن يعني قصف، عشان كده رسمتهم فاضيين، يعصر البروستيت والسيمينال فيسكل عشان يفضوا. وانس حصل قصف لا داعي للانتصاب، فحصل ارتقاء في البينس نسميه شرينكج. وعلى فكرة ما الشرينكج إلا بازو كونستريكشن، وهو مرة أخرى وظيفة السيمباثيتك. يعني البينس ده بيمتلئ اللي هو القضيب الذكري، ازاي بينتصب؟ بنوسع الأوعية فيتدفق الدم فيه فيتنفخ، يبقى
يعني يحصل له اريكشن. وانس قللت دخول الدم، عملت باظ الكونستريكشن، مفيش دم، الدم بيخرج وما بيدخلش، فتلاقيه رجع الى الارتخاء. يبقى الارتخاء والانتصاب افتكرها بقى محي ظاهرتان وعائيتان، خلاص، ظاهره وعائيه، يبقى ظاهره وعائيه، ده الانتصاب والارتخاء، يبقى ظواهر وعائيه. فتبقى هنا الشرينكج عباره عن فازو كونستريكشن، ده هنا. طب واحد يقول انت ما جبت سيره الفيميل، اهي الفيميل يا شباب، اليوترس اهو، هجيب سيرتها دلوقتي. اليوترس في الفيميل حتى رسمها دوتت، عشان يعني مش معقول واحد عنده الاثنين، يعني ده يبقى خنسه، يسموه هيرمافرودايت. هبقى احكي لكم ليه جابوا منين كلمه هيرمافرودايت، نسبه الى هرماخس اله القوى افروديت، اسطوره، كلام فارغ، الهه الجمال، هبقى احكيها في اوانيه جابوا منين كلمه هيرمافرودايت. اليوترس في الفيميل بينقبض في اثناء الحيض عشان يلفظ محتوياته وينبسط لما يبقى مفيش حيض، يبقى عشان كده السمباثيتك ممكن يقبض وممكن يبسط، يبقى عنده فاريبل افكت. يبقى تاني ده سؤال نظري مهم والسؤال في برضه. الاول هتقول ان البلفس اربعه ولا سته؟ قول معايا اربعه، اخر اربعه. طب نوع الجنج اللي اختار، كولاترال ولا لاترال؟ كولاترال. طب حدد اكتر، في ثلاثه كولاترال، ياخد انهي واحده؟ اخر واحده، انفيرو ميزنتريك. طب الفانكشنز هتفكر نقطتين بتبعهم، ايه الحاجات اللي في الحوض وما علاقتهم بالسمباثاتيك؟ في الحوض ورا في تبرز، قدام في تبول، ما بينهم في الجينيتاليا الاعضاء التناسليه. النقطه الثانيه سمباثاتيك، يبقى احتجز البول واحتجز البراز. ازاي؟ الوول جدار المستقيم واليورينا بلادر ينبسط، يرتخي، ريلاكس، انهبيشن. وهتنسح في ظنها مع بعض العضلات القامطه او القابضه اللي بسميها بالبلدي كده المحابس، بيسكر المحابس. اشوفك بقى فاكر ولا مش فاكر، دي اللي خطورتها في محبسين internal واكسترنال، تفتكر ايهما تتبع الاوتونوميك؟ يو ويل نيفر فورجيت ات. الانترنال هي اللي انفولنتري بالسمع، اهو سبحان الله ربنا قدم السمع، السمع لاهميته. يبقى الانترنال هي الانفولنتري، يبقى هي اللي بتنقبض. الاكسترنال دي مالناش دعوه بيها، دي سوماتيك، دي فولنتري، مش موضوعنا دلوقتي، السنه الجايه باذن الله. طب نيجي للاعضاء التناسليه، سمباثاتيك ينهي العمل الجنسي، يقذف بالسيمن ايجاكيوليشن بانه يعصر البروستيت والسيمينال فيسكل. وانس حصل قصف لا داعي للانتصاب، شرينكج، والشرينكج عباره عن فازو ايه؟ مفيش دم بيجي، يبقى فازو كونستريكشن، وهي وظيفه السمباثاتيك. هنا نقطه للتامل جميله احب اقولها لك. بعض العامه يقول لك طب قناه مجرى البول في قضيب الذكر مسار مشترك للبول وللسائل المنوي، ايه اللي بيخلي عمر ما يحصل خلط ما بين الاثنين؟ الاجابه قصادك لو كنت ذكي، ان السمباثيتك اللي بيعمل قصف للسائل المنوي، بيمشي السائل المنوي، هو نفسه اللي بيعمل احتجاز للبول. عشان مش عاوز طالب ساعات في النظر يكتب كلام فارغ، يقول لك الليسر سبلانكنيك نيرف بيعمل ميتوريشن وبيعمل ايجاكوليشن، يبقى بقى معلوماته اقل من العامه، اقل من رجل الشارع، بيمشي الاثنين مع بعض. هل هذا يجوز؟ وراء الخلق خالق، كامل فارغ، اغلط، خليك غبي بس بلاش عبط. العبط لا اطيقه، في حاجتين ما اطيقهمش، لا العبط ولا قله النظام. شوف من رائع الخلق ان اللي يحتجز البول ريتينشن اوف يورين هو اللي يقذف بالسيمن. واقول لك حاجه دي تساعدك بحاجه ثانيه تذكرك، وانس قلت البلفيك الليسر سبلانكنيك نيرف بيحتجز البول، ما بيمشيش البول، بيحتفظ بول، يبقى على طول هو اللي هيمشي السيم، يبقى تذكرني ان هيعمل ايجاكوليشن. وانس عمل ايجاكوليشن يبقى ما فيش داعي للانتصاب، يبقى شرينكج. يبقى تشوف ازاي الكلام بيجيب بعضه. انت قلت في